السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنكمل من دلوقتي بقية المانيفستيشنز بتاعت الـ acute complete transection of the spinal cord، واحنا كنا اتكلمنا على الـ stage of spinal shock والمانيفستيشنز بتاعتها امبارح، وابتدينا نتكلم على الـ stage of recovery، ووصلنا إلى إنه الـ micturition والـ defecation reflexes يرجعوا يبانوا مرة تانية. ووصفنا الميكتوريشن في الحاله دي انه بيبقى اوتوماتيك ميكتوريشن، بمعنى ان البلادر بتتملي لغايه ما تقدر، وبعدين تعمل ريفلكس ايفاكيويشن without any voluntary control، لانه الفولنتري كنترول ده مصدره من البرين فوق والسباينال كورد مقطوع، فالكنترول من السباين على السباينال كورد من البرين مقطوع. بيظهر اثناء الستيج اوف ريكفري ابنورمال ريفلكس بنسميه الماس ريفلكس. الماس ريفلكس مش موجود في الشخص الطبيعي، وهو بيظهر في العيان بتاع الكومبليت ترانسكشن اوف سباينال كورد في مرحله الريكفري، وهو بيعكس حاله من الفوضى وعدم التنظيم في السنترز اللي موجوده في السباينال كورد نتيجه غياب الكنترول عليها من الهاير برين سنترز. الماس ريفلكس ده بيحدث لما الليجن في السباينال كورد تكون above the major splanchnic sympathetic outflow. السمباثيتك اوت فلو اللي رايح للسبلانكينك اريا الاورجن بتاعه بيبقى في اللور ثوراسيك سيجمنت. عشان يحصل الماس ريفلكس المفروض يكون الانجري في السباينال كورد از اباف ثوراسيك سيجمنت نمره 6. بيظهر فيه ايه الماس ريفلكس ده؟ اولا هو بيحدث لما نعمل سكراتشنج of the skin of the lower abdomen or the medial aspects of the thigh of the patient. يقوم يحصل مجموعة reactions بتضم الآتي بقى. نمرة واحد، العيان بيعمل flexion withdrawal of both lower limbs، يثني رجلين ناحية بطن. This is accompanied by evacuation of the urinary bladder and rectum, micturition and defecation. Arterial blood pressure is elevated. نتيجة ايه؟ نتيجة زيادة السمباثيتك outflow اللي رايح للسبلانكينيك اريا، يقوم يعمل فيها بوز كونستريكشن، يرفع التوتال peripheral resistance، يقوم الارتيريال blood pressure هيعلى شوية. طيب طبعا الارتيريال بلاد بريشر بيعلى في الجسم كله سيستميك، يعني مين اللي هيحس ان الارتيريال بلاد بريشر عالي؟ الارتيريال بارو ريسبتورز اللي في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش، دول لما بيبقوا ستيميليتد بيبعتوا سيجنالز للمضله عشان يعملوا ريفلكس فازو دايلاتيشن. هيعملوا كده؟ هيعملوا كده، بس الفازو دايلاتيشن مش هتاثر على السبلانكينيك اريا لان هي اوريدي رايح لها اكسسيف سمباثيتك فازو كونستريكتور اكتيفيتي، لكن الفازو دايلاتيشن هتاثر اكتر على الابر هاف اوف ذا بودي، منطقه الهيد، وده ممكن يكون مصدر خطوره ان لو حصل ماركت فازو دايلاتيشن في السريبرال فيسلز this may lead to the development of cerebral hemorrhage، نزيف جوه البرين. Also mass reflex بيصاحبه sweating of the upper parts of the body،
السويتنج يعتقد انه سببه زياده الكاتيكولامين سكريشن. طب هو مين اللي زود الكاتيكولامين سكريشن؟ طبعا زياده السمباثيتك سبلاي للسبلانكينك اريا اللي فيها او اللي بتضم السوبرارينال المضله. فالسمباثيتك انرفيشن للسوبرارينال المضله بتزود الكاتيكولامين سكريشن. زياده الكاتيكولامين سكريشن بتزود السويتنج all over the body الحقيقه. دكتور نعم معلش حضرتك قلت الفازو دايلاتيشن بتحصل ليه؟ الفازو دايلاتيشن بتحدث في ال upper part of the body mainly في الهيد. سبب ايه؟ هو لما حصل elevation of arterial blood pressure نتيجة زيادة السمباثيتك activity للسبلانكينك اريا زودت التوتال بريفر ريزيستنس رفعت البلد بريشر. متفقين ان عمل elevation of arterial blood pressure ده هيعمل استيميليشن للبارو ريسبتورز. واحنا عارفين ان لما البارو ريسبتورز بتبقى استيميليتد وظيفتها انها تحاول تقلل الارتيريال بلاد بريشر. بتعمل كده ازاي؟ انها بتعمل ريفلكس فازو دايلاتيشن. الريفلكس فازو دايلاتيشن اللي هينشا في الوضع ده هيأثر طبعا في المقام الاول في منطقه الهيد والابر هاف اوف ذا بودي. ليه مش هيأثر في السبلانكينك اريا واللور هاف اوف ذا بودي؟ لان دول زي ما قلت لكم وصل لهم اكسسيف سمباثيتك اوت فلو. فاذا لو عملت ستيميليشن للبارو ريسبتورز ده مش هيأثر في اللور بارت اوف ذا بودي السبلانكينك اريا واللور ليمب، لكن هيأثر بصوره واضحه في الارتريولز اللي موجوده في الابر بارت اوف ذا بودي. واضح؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام. طيب الماس ريفلكس ده اذا هو مجموعه من الريسبونسز اللي بتحدث نتيجه سكراتشنج اوف ذا سكين بتاعه الثاي او اللور ابدومن في العيانين في مرحله الريكفري من السباينال شوك. هذا الريفلكس should be considered as medical emergency ويجب ان احنا نتجنب حدوثه بقدر الامكان. ليه؟ عشان اللي انا قلته لكم ده انه الماس ريفلكس بيصاحبه فازو دايلاتيشن في السيريبرال فيسلز and may lead to cerebral hemorrhage. وبالتالي بنحاول بقدر الامكان في العيانين دول نتجنب حدوث الماس ريفلكس. انا ليه بقول كده؟ لانه زمان كان في ممارسه طبيه خاطئه من جانب بعض الممرضين وللاسف بعض الاطباء اللي بيتولوا الاشراف على الحالات دي كانوا هم بنفسهم بيعملوا ستيميليشن للماس ريفلكس. ايه الهدف؟ انهم يعملوا او يخلوا العيان يعمل ميكتوريشن وديفيكيشن في الوقت اللي احنا نحدده، يعني ما يشبه فولانتري كنترول في الميكتوريشن والديفيكيشن، بس الكنترول من التمريض او الدكتور مش من العيان، عشان يبقى الامور مهيئه لحدوث الميكتوريشن والديفيكيشن. طبعا ده ممكن يكون حاجه كويسه، بس المضاعفات اللي ممكن تنشأ في السيريبرال سيركيليشن ما تسويش اطلاقا الفايده اللي احنا بنحصل عليها. وبالتالي احنا دلوقتي بنعتبر الماس ريفلكس ميديكال ايمرجنسي، يجب ان تعالج وتمنع بكل طريقه، وما نشجعش اي حد ان هو ينشيت الماس ريفلكس في العيانين دول. تباعا بقى السباينال ريفلكسز بترجع، السكشوال ريفلكس بيرجع اللي هو ايه؟ انه لو عملنا ستيميليشن اوف glans penis this leads to reflex erection in males. بعدين التون بيرجع في الاكستنسورز بتاعه اللور limb،
انا قلت لكم في مراحل المبكره من الريكفري نتيجه اعاده ظهور الاسترتش ريفلكس المسل تون بيرجع، وبيرجع الاول في الفليكسور مسل، وعشان كده العيان بتبقى رجليه فليكسد شويه عند المين. ليتر اون بقى مع استكمال الريكفري بيبتدي التون يرجع كمان في الاكستنسور ماسلز، فيقوم يخلي الليج تبقى اكستندد، يعني البارابليجيا ان اكستنشن، ويبتدي يظهر الكروسد اكستنسور ريفلكس، ويبتدي يحصل او يظهر البوزيتيف سبورتنج رياكشن. وبالتالي معظم السباينال ريفلكتد بترجع تظهر. بعضهم بيقوم بوظيفه مفيده للمريض زي الاوتوماتيك ميكتوريشن والديفيكيشن، وبعضهم الحقيقه بيقوم بوظيفه العيان مش حاسس بيها. ازاي يعني؟ يعني لو انا قلت لك انه انا جبت ابره وشكيت العيان ده في صباع رجله الكبير، الشخص الطبيعي لو عملت له كده هيعمل withdrawal reflex، هيشد رجله بعيد. هل المريض في مرحله الريكفري هيقدر يعمل كده؟ اه هيقدر يعمل كده، لان ال withdrawal reflex اذا spinal reflex بيحصل له ريكفري during الريكفري من السباينال شوك، اه بيحصل له، يبقى العيان هيشد رجله، بس this is not voluntary، ده مازال ريفلكس. والعيان شخصيا لا حس ان في حاجه شدته ولا حس انه رجله اتشدت. الموضوع ممكن يحدث او بيحدث والعيان از ان اوير، تمام مش حاسس خالص باللي بيحصل. طيب الريكفري ده ممكن او هيستمر، يعني اه هيستمر. المرحله او النقطه اللي احنا وصلنا لها دي ده الماكسيمال امبروفمنت العيان ممكن يوصل له في الحاله بتاعته دي. طيب بس للاسف في بعض الاحوال المريض بيرجع يرتد تاني ويخش في حاله السباينال شوك. ايه اللي يخلي العيان تاني يرجع يخش في السباينال شوك؟ نمره واحد انه يصاب بسيفير انفكشنز، يعني مثلا العيانين دول زي ما قلت لكم معرضين للاصابه باليورينري تراكت انفكشن. لو في اتاك من سيفير يورينري تراكت انفكشن في المريض ده ممكن تلاقي كل السباينال ريفلكس رجعت تختفي تاني والمريض رجع في السباينال شوك. مش معروف السبب، مش معروف ليه لما المريض بيجي له سيفير انفكشن ده اليورينري بلادر او اليورينري تراكت انفكشن او نيمونيا. العيانين دول بيجي لهم نيمونيا بصوره متكرره نتيجة طبعا ممكن يكون في ريتنشن اوف سكريشن في الريسبيراتوري تراكس بتاعتهم، نتيجة ان هم ما بيتحركوش ما بيقعدوش، والحركة بتساعد في طرد السكريشن بتاعت الريسبيراتوري تراكت. المهم ان السيفير انفكشن قد تعود بالمريض الى مرحله السباينال شوك. كمان المال نيوتريشن، سوء التغذيه الشديد، يعني لو عيان ما بياكلش كويس لفتره طويله ممكن يرجع يخش تاني في الستيج اوف سباينال شوك. طيب ده يوني حديثنا عن الموتور فانكشن بتاعه السباينال كورد، وينقلنا للحديث عن الموتور فانكشن اوف ذا برين ستيم. واحنا عارفين البرين ستيم اناتوميكالي بيتكون من ثلاث اجزاء، من تحت لفوق كده المضله اوبلونجاتا اللي هي تعتبر الابورد كونتينيويشن بتاع السباينال كورد، فوقيها البونس، اللي فوقيه الميد برين، دول بيمثلوا مع بعض البرين ستيم. جنرالي البرين ستيم له وظائف أربع وظائف عامة
هنذكرهم مع بعض وهنشوف مين فيهم احنا ما نعرفش لسه عنه حاجه. نمره واحد كوندوي فانكشن. كلمه كوندوي يعني ايه؟ يعني ممر. هو البرين ستيم بيعتبر الممر اللي كل الفايبرز اللي نازله من السريبرال هيمسفيرز فوق ومتجهه للموتور نيورونز اللي في السباينال كورد لازم تعدي من خلالها. يبقى كل الفايبرز اللي نازله من البرين متجهه للسباينال كورد لازم تعدي في البرين ستيم اكيد. كمان كل السنسوري فايبرز اللي طالعه من السباينال كورد وشايله السوماتيك سنسيشنز عشان توصل للبرين سنسوري ارياز فوق لازم تعدي في البرين ستيم. يبقى اذا البرين ستيم بيقوم بمهمه الكوندوي، المعبر الممر اللي بتعدي فيه كل الفايبرز اللي نازله وطالعه من البرين للسباينال كورد. تاني وظيفه للبرين ستيم انه في النيوكلياي بتاعه الكرينيال نيرفز، والكرينيال نيرفز ليها موتور نيوكلياي وسنسوري نيوكلياي. بعض الموتور نيرفز ليهم موتور نيوكلياي بس، بعضهم سنسوري بس، بعضهم الاثنين. اهو الموتور نيوكلياي والسنسوري سنترز اللي موجودين في البرين ستيم بيقوموا بنفس الدور اللي بتقوم بيه السنسوري والموتور نيورونز اللي موجودين في الجراي ماتر بتاعه السباينال كورد، بس فيما يختص بمنطقه الهيد. السباينال كورد في موتور نيورونز which supply the skeletal muscles في كل جسمنا، وبيستقبل السنسوري فايبرز اللي جايبه السوماتيك سنسيشن من كل جسمنا ما عدا منطقه الهيد. منطقه الهيد المسلز اللي فيها are supplied by cranial nerves. السنترز او النيوكلياي بتاعتها موجوده في البرين ستيم، وكمان السنسوري فايبرز اللي جايه منها منطقه الهيد والفيس والنك السنسوري نيوكلياي بتاعتها موجوده في البرين ستيم. يبقى البرين ستيم بيقوم بالموتور والسنسوري فانكشنز في الهيد المشابهه للدور اللي بيقوم بيه السباينال كورد لبقيه جسمنا. الوظيفه الثالثه ان البرين ستيم برضه زي السباينال كورد بيقدر يقوم ببعض الريفلكسز اللي بتأثر على وظائف الجسم المختلفة. ولكن الحقيقة البرين ستيم الريفلكسز اللي بيقوم بيها أكثر تعقيدا ومسؤولة عن تنظيم more complex functions of the body. زي ايه يعني؟ يعني عندنا السنترز اللي بتنظم الريسبيريشن، والسنترز اللي بتنظم الكارديوفاسكولار سيستم، والسنترز اللي بتنظم عمل الجاسترو انتستاينال تراك وهكذا. ده بالاضافه ان في سنترز في البرين ستيم مسؤوله عن الكنترول اوف ذا بوستشر اوف ذا بودي، وضع الجسم واتزانه. كل الريجيلاتوري فانكشنز دي ار performed باي كومبلكسز او كومبلكس فانكشنز اللي بيقوم فيها الدور الاساسي هو البرين ستيم. يبقى صحيح البرين ستيم برضه كل الدور بتاعه عباره عن ريفلكسز، بس الريفلكسز بتاعته بتنظم more complex functions like gastrointestinal, respiratory, cardiovascular
activities and control of body posture and equilibrium. الوظيفة الرابعة هي الـ integrative function. يعني إيه integrative؟ يعني بالعربي كده تكاملي، وظيفة تكاملية، يعني بيحدث من خلال البرين ستيم انتجريشن، تكامل ما بين وظائف سنترز مختلفة بتتحكم في سيستمز مختلفة في الجسم، وهذا الانتجريشن بيبقى مهم جدا under many conditions. مثال سهل ومشهور، البرين ستيم في كارديوفاسكولار سنترز وريسبيراتوري سنترز، الاثنين دول لازم يحدث بينهم انتجريشن في الفانكشن بتاعتهم عشان يقدروا يوفقوا ما بين وظيفة الكارديوفاسكولار سيستم والريسبيراتوري سيستم. For example during muscular exercise، يعني during muscular exercise محتاجين الكارديوفاسكولار سيستم يشتغل اكتر عشان يقدر يضخ دم اكتر للاكسرسايزنج ماسل، في نفس الوقت محتاجين الريسبيراتوري سيستم يشتغل اكتر to provide more oxygen للاكسرسايزنج ماسل. لازم درجة الاكتيفيتي بتاعت الكارديوفاسكولار سيستم تبقى ماتشنج مع درجة الاكتيفيتي بتاعت الريسبيراتوري سيستم، والاثنين دول يبقوا مناسبين او ماتشنج مع الانتنسيتي بتاعت الاكسرسايز اللي الشخص بيقوم بيها. This is what we call the integrative function of the brain stem. دول الفور مين فانكشنز بتاعت البرين ستيم. والحقيقه الفانكشن نمره 3 هي الفانكشن اللي تقريبا ما اتكلمناش عنها قبل كده في المقررات بتاعتكم، مش كلها، هو بالتحديد الكنترول اوف بوستشر، تحكم في وضع واتزان الجسم. هذا التحكم بيتم من خلال ريفلكسز السنترز بتاعتها موجوده مينلي في البرين ستيم. طيب جزء مهم من البرين ستيم جبنا سيرته قبل كده بس هنتكلم عليه دلوقتي بصوره تفصيليه شويه، هو الريتيكولار فورميشن. وانا سبق وقلت لكم ان الريتيكولار فورميشن ده عبارة عن مجموعة من النيورونز اللي connected to each other وبتنتشر في البرين ستيم. الريتيكولار فورميشن نقدر نميز في النيورونز اللي بتكونه نوعين من النيورونز، موتور نيورونز وسنسوري نيورونز. السنسوري نيورونز اللي بيمثلها نيورون اللي متلون احمر ده are smaller in size and larger in number، عددهم اكتر وحجمهم اصغر. السنسوري نيورونز دول are connected مع النوع الثاني اللي اسمه الموتور نيورونز. الموتور نيورونز عددهم اقل بس السايز اوف ذا نيورون اكبر. الموتور نيورون ده بيسينابس بالدندرايت بتاعته مع السنسوري نيورون، والاكسون بتاع الموتور نيورون ده بيتفرع لتو برانشز، برانش ديسندنج لتحت وبرانش اسندنج لفوق. طيب مبدئيا السنسوري نيورونز دول become stimulated by collaterals من كل السنسوري تراكس اللي طالعه في البرين ستيم. مين السنسوري تراكس اللي طالعه في البرين ستيم؟
طبعا السباينو سلاميك تراكس اللاترال والفنترال والدورسال كولوم تراكس. كل السنسوري تراكت وهي طالعه في كولاترال فايبرز، فايبرز بتسيب التراكت وبتنتهي على السنسوري نيورونز بتاعت البرين ستيم تزود الاكتيفيتي بتاعتها. كمان كل الموتور تراكس اللي نازله من البرين فوق عشان توصل للموتور نيورونز اللي موجوده في السباينال كورد، بعض الفايبرز بتاعتها كولاترالز بتنتهي على السنسوري نيورونز بتاعت الريتيكولار فورميشن. السنسوري نيورونز ار ستيميليتد، ذي ويل ستيميليت ذا موتور نيورونز. الموتور نيورونز هت انيشيت اكشن بوتنشال which will be conducted along the axon اللي زي ما قلت لكم له descending branch و ascending branch. الديسندنج برانش ده هو اللي بيكون الريتيكولو سباينال تراكس، اتكلمنا عليهم قبل كده، جبنا سيرتهم قبل كده، اللاترال والفنترال ريتيكولو سباينال تراكس اللي عرفنا انهم بينتهوا على الجاما موتور نيورونز وبيتحكموا في الاكتيفيتي بتاعتها. الاسندنج برانش بقى بتاع الموتور نيورون اوف ذا موتور اوف ذا ريتيكولار فورميشن بيأسند لغايه ما يوصل للثالاموس، وفي الثالاموس بيعمل سينابس مع النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. مين هم النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي دول؟ هم الميد لاين والانترالامينر نيوكلياي، مش مهم قوي بياناتهم على بعضهم كده، اسمهم النون سبيسيفيك سلاميك نيوكلياي. تقوم النيورونز بتاعت السلاميك نيوكلياي دي تشتغل، الاكسونز بتاعتها بتعمل سينابس with all areas of the cerebral cortex، تقوم تزود الاكتيفيتي بتاعت السيريبرال كورتكس كله، وهي اللي مسؤولة عن الاروزل اليقظة والانتباه، لان الاروزل والاتنشن مرتبط طبعا ب degree of activity of the cerebral cortex. بنسمي هذا الجزء اللي مبتدي من the reticular formation للنون specific thalamic nuclei to different cerebral cortex areas بنسميه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، وهو المسؤول عن الالرتنس والاروزل بتاع الانسان. طيب الريتيكولار فورميشن يمكن تقسيمه فانكشنالي إلى جزئين، جزء بنسميه facilitatory reticular formation وده موجود mainly in pons، وجزء بنسميه inhibitory reticular formation وده موجود mainly in medulla oblongata. يبقى البونتاين reticular formation is facilitatory in function والميدلري reticular formation is inhibitory in function. facilitatory inhibitory على مين؟ على الجاما موتور نيورونز طبعا، على الجاما موتور نيورونز. يعني افهم من كده ان البونتاين reticular formation ده النيورونز بتاعته هي اللي بتبعت اشارات الى الجاما موتور نيورونز عبر الفنترال ريتيكولوسباينال تراكت، في حين ان الميدلري ريتيكولار فورميشن نيورونز بيبعتوا اشارات عبر اللاترال ريتيكولوسباينال تراكت. تمام.
ننتقل بقى للوظيفة الرئيسية اللي هنتكلم عليها في موضوع البرين ستيم، وهو الكنترول اوف ايكوليبريم اند بوستشر. يعني ايه الاول ايكوليبريم؟ هو احنا لما نقف على رجلينا الاثنين كده في حالة اتزان، يعني وزن جسمنا بيتوزع ايكولي على القدمين. وفي الحقيقة وزن الجسم is directed vertically downwards في اتجاه الساق الأحمر ده. طيب هذا الوزن يمكن ان احنا نعتبر انه بينشأ من نقطة معينة او بيتركز في نقطة معينة في جسم الانسان بنسميها the center of the gravity. center of the gravity ايه center of gravity ده بقى؟ كل جسم في نقطة فيه بيتوزع وزن الجسم ده عليها ايكولي. يعني مثلا لو قلت لكم هو السنتر اوف جرافيتي بتاع جلاس رود، عصاية ازاز، تقول لي هو منتصف العصايه دي بدليل ايه؟ ان انا لو علقت العصايه دي بخيط من المنتصف بتاعها بالظبط هتبقى متوازنه في الهواء، يعني الناحيه اليمين والناحيه الشمال بتاعهم متوازنين زي الميزان كده. يبقى اذا الوزن متوزع ايكوالي بين الطرفين دول. طيب ولو كان الجسم مربع يبقى مركز الجرافيتي بتاعه هو مركز المربع. طب ولو كان مثلث يبقى مركز المثلث. حساب مكان السنتر اوف جرافيتي في الاجسام اللي انا ذكرتها دي او الاشكال اللي انا ذكرتها دي سهل، لان دي اشكال هندسية منتظمة. لكن تحديد موقع السنتر اوف جرافيتي في الاجسام الغير منتظمه موضوع اكثر صعوبه. طبعا جسم الانسان ما هوش شكل هندسي منتظم، يعني لا هو مربع ولا مستطيل ولا مثلث. طيب هل له سنتر اوف جرافيتي؟ ايوه له سنتر اوف جرافيتي. مكانه فين؟ حسابات والقياسات قالت في النهايه ان السنتر اوف جرافيتي بتاعت النورمال ادلت بتبقى موجوده في مكان التقاء الابدومينال كافيتي بالبلفس. ده في النورمال ادلت. لكن مكان السنتر اوف جرافيتي بيتغير في الانسان طبقا لعوامل كتيره بتغير شكل الجسم والنسب بين اجزاءه المختلفه. كمثال مثلا اكيد كلنا عارفين انه لو قارنا بين طفل عنده سنه وشاب عنده 20 سنه، في الطفل اللي عمره سنه ده الهيد بتمثل جزء كبير من السايز بتاع الجسم، اكبر بكتير مما تمثله الهيد في جسم الادلت اللي عنده 20 سنه. وبالتالي
وبالتالي السنتر اوف جرافيتي في الطفل هيكون موقعها الاناتوميكال مختلف عن الادلت. مش بس كده، طبعا بيبقى موقعها اقرب للهيد في الاطفال. لو شخص بطنه كبيره عنده كرش يعني، السنتر اوف جرافيتي بتاعته بتعلى لفوق شويه، يبقى بصفه عامه السنتر اوف جرافيتي بتاع البني ادم بيعتمد على مواصفات جسمه، لكن في النورمال افريج نورمال ادلت السنتر اوف جرافيتي بيبقى موجود في اللور ابدومين في الابر بيلبس. ووزن الجسم يمكن تمثيله سهل، متجه فيرتيكالي داون من السنتر اوف جرافيتي ده. لو السهم ده باتجاهه وموقعه ده نازل في منتصف المسافة بين القدم اليمين والقدم الشمال، فوزن الجسم في الوضع ده متوزع ايكوالي على الرجل اليمين والشمال. لكن لو السنتر اوف جرافيتي اتجاهه لأسفل كان مايل ناحية الرجل اليمين شوية، فيبقى الرجل اليمين دلوقتي شايلة جزء أكبر من وزن الجسم. ده ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل. بصوا كده، ده النورمال، ده السنتر اوف جرافيتي، وده اتجاهه فيرتيكال جاي في المنتصف ما بين التو فيت، فوزن الجسم متوزع ايكوالي على التو فيت. لكن ممكن لو الترانك مال زي ما انتم شايفين في الرسمه دي، تبقى السنتر اوف جرافيتي اتجاهها رايح ناحيه القدم اليمين اكتر من القدم الشمال. وفي الوضع ده ممكن يكون وزن الجسم كله دلوقتي مركز على القدم اليمين، لدرجة ان انا ممكن ارفع رجل الشمال من على الارض من غير ما اقع. نفس الحكاية ممكن اعملها، وخدوا بالكم من الفرق، ممكن اعملها من غير ما الترانك يميل بعيد قوي كده زي الرسم اللي قصادي دي. الرسمة اللي قصادي دي مهمة أوي نتخيل إيه اللي فيها. الرسمة دي الشخص اللي واقف فيها، الترانك فيرتيكال وضعه طبيعي، الرجل اليمين متشالة من على الأرض. فدلوقتي السنتر اوف جرافيتي موجه بالكامل على الرجل الشمال. طيب ايه اللي مانع الجسم انه يقع ناحيه اليمين؟ اللي مانع الجسم انه يقع ناحيه اليمين ان التون بتاع عضلات الترنك بيزيد على الناحيه الشمال عشان يبقى شديدها ناحيه الشمال شويه عشان ما تقعش ناحيه اليمين. يبقى اذا انا ممكن احافظ على اتزاني في وضع معين عن طريق ان انا اغير التون بتاع العضلات بتاعتي. يعني مثلا لو حضرتك بدل ما انت واقف كده مفرود وطيت لقدام، طب انت عم بتوطي لقدام نص جسمك اللي بقى in front of your feet، مش ده ليه وزن؟ والوزن بتاعه نازل لتحت. طب وده نازل على الرجلين مباشره؟ لا، ده نازل قدامهم اتجاه وزن الابر هاف اوف ذا بودي. دلوقتي بقى موجه in front of the feet. طب وانا ليه ما بتشقلبش لقدام بقى واقع
عشان عضلات الباك، عضلات الباك اوف ذا ترانك التون فيها بيزيد، فبيمنع ان انا اتقلب لتحت. يبقى انا محافظ على وضع جسمي هنا by changing muscle tone. يبقى احد الاساليب المهمه اللي الجسم بيقدر يحافظ بيها على الايكوليبريم بتاعه ان هو يغير التون بتاع different groups of muscle في الجسم عشان يحافظ على اتزان. طب اقول لكم مثال تاني، لو حضرتك واقف في اتوبيس والاتوبيس ما بيتحركش، بعدين الاتوبيس هيبتدي يتحرك وابتدى يتحرك بسرعه، بيحصل ايه في الوقت ده؟ ان انت تلاقي نفسك بتميل لورا نتيجه ايه؟ نتيجه القصور الذاتي بتاعك، الانيرشيا بتاعتك، صح؟ تحس ان انت هتقع لورا. طيب عشان ما تقعش بتعمل ايه؟ انت تلاقي نفسك اوتوماتيكلي كده اكنك بتميل لقدام عشان تقاوم الحركه بتاعت وقعك لورا دي. بتميل لقدام يعني بتزود التون في الفليكسور ماسلز بتاعت الترنك، وساعات ده ما بيبقاش كفايه فتضطر ايه؟ تاخد خطوه برجلك لقدام عشان ما تقعش لقدام. يبقى ساعات الواحد عشان يستمر في مقدرته على الحفاظ على اتزانه مش كفايه بس التغير اللي بيحدث في الماسل تون ده، ساعات بنعمل حركه موفمنت هدفها المحافظه على الاتزان. يعني زي مثلا وانت واقف كده مع واحد صاحبك زقيته، بتزقه، فطبعا نتيجه ان انت زقيته ممكن يحدث خلل في اتزانه. طب هل بيقع؟ لا مش بالضروره طبعا. ليه؟ الماسل تون بيتغير، وكمان ممكن لو الزقه شديده شويه هو بياخد خطوه في الاتجاه اللي كان هيقع فيه. يعني حضرتك واقف وبتزقه من ناحيه اليمين فهيقع على الشمال، فاللي هيحصل ايه؟ انه يروح واخد برجله الشمال خطوه عشان يسند جسمه عشان ما يقعش على الناحيه الشمال. بنسمي دي corrective movement، حركة تصحيحية بتصحح توزيع وزن الجسم على الساقين، ودي برضو بتحدث بصورة لا إرادية ريفلكس. يبقى لو سمحت لما بيحدث أي disturbance في الإيكوليبريم الجسم بينيشيت مجموعة ريفلكسز بنسميها البوستشرال ريفلكسز، اللي الهدف منها المحافظة على الاتزان واستعادته. هذه الريفلكسز بتشتغل بطريقتين، يا إما عن طريق إنها تعدل الماسل تون أو إنها تعمل corrective movement، ونتيجة كده الإيكوليبريم بيفضل منتين. طبعا لو الريفلكسز دي فشلت فالإيكوليبريم بيفقد فعلا. يعني لو حضرتك زقت حد زقة جامدة ومفاجأة، لا ممكن يقع فعلا. طب هو الريفلكسز ما اشتغلتش؟ اشتغلت بس ما كانتش كافية إنها تحافظ على اتزان الشخص ده. طيب يبقى البوستشرال ريفلكسز دي مجموعه ريفلكسز بتحدث هدفها is to maintain equilibrium.
طيب وهي ريفلكسز يبقى اكيد ليها ريسبتورز وليها سنترز. طبعا الافكتورز بتاعتها مش محتاجين نتكلم عليها. الافكتورز هتبقى مين؟ هتبقى السكيليتال ماسلز اللي هما يا اما هيغيروا التون يا اما هيعملوا موفمنت. لكن السؤال دلوقتي هو فين الريسبتورز اللي ممكن تحس بالخلل في الايكوليبريم وتانيشيت الريفلكسز دي عشان تحافظ على الجسم. الريسبتورز دي موجوده في المناطق اللي مرسومه قدامنا دي. الريسبتورز دي ممكن تكون فيجوال سيجنالز، يعني مفهوم طبعا انه لو زقيت حد نتيجة زقتك هو هيتحرك. طب مين اللي بيحس ان هو اتحرك؟ انه الفيجن الفيجوال فيلد بتاعه بيتحرك، يبقى عن طريق الفيجن انا اقدر احس ان جسمي بيتحرك. يبقى هي مصدر للمعلومات بيبلغ البرين انه الجسم بيتحرك. كمان الريسبتورز اللي على السول اوف ذا فوت، التاتش والبريشر ريسبتورز اللي بيحسوا بوزن الجسم، هما مصدر معلومات مهم للبرين يبلغوه بحالة الإيكوليبريم. ازاي يعني؟ لو انا واقف ومتزن على التو فيت، بيبقى الضغط الابلايد على الرجل اليمين والرجل الشمال قد بعض. لو دلوقتي حد زقني ناحيه الشمال، في اللحظه دي الضغط على الرجل الشمال هيزيد، السول اوف ذا فوت الشمال هيبقى مور ستيميليتد وعلى السول اوف ذا فوت اليمين هيقل. المعلومات دي بتتبلغ للبرين، يبقى البرين يفهم انه دلوقتي في disturbance of equilibrium في الاتجاه الشمال. كمان الproprioceptors اللي موجوده في المسلز وفي الليجمنتس وفي الجوينتس can detect change في الايكوليبريم وبرضه تبعت اشاراتها للبرين. كل دول احنا تعاملنا معاهم قبل كده، سواء الproprioceptors او الميكانوريسبتورز بتاعت التاتش والبريشر او الفيجوال سيجنالز. المصدر الرابع بقى هو السيجنالز اللي انيشيتد من ريسبتورز موجوده في الانر اير، ما نطلق عليها الفيستيبولار سيجنالز اللي جايه من الانر اير اللي هنتكلم عليها حالا بالتفصيل بقى. كل مصادر المعلومات دي اللي كلها بتحس بتغير الايكوليبريم بتبعت الانفورميشن دي الى البرين، يقوم البرين يبعت موتور كوماند لديفرنت جروبس اوف ماسلز تو انيشيت يا اما تشينج ان ماسل تون يا اما موفمنتس عشان نستعيد الاتزان مره ثانيه. ده السكيم العام للبوستشرال ريفلكسز او الكنترول اوف بوستشر. احنا دلوقتي الحقيقه هنتكلم بقى على الفانكشن اوف ذا فيستيبولار اباريتوس كمصدر معلومات هام جدا للحفاظ على اتزان اجسامنا. الفيستيبولار اباريتوس is present in the inner ear. فاكرين الانر اير لما اتكلمنا في الهيرنج قلت لكم ان الانر اير دي بتحتوي على complex network of bony canals and cavities
بنسميها البوني لابيرنس. بوني لابيرنس، كلمة لابيرنس يعني متاهة. لما بتوع الاناتومي درسوها لأول مرة لقوا إن القنوات والكافيتيز المكونة ليها فاتحة على بعضها، بمعنى إن أنت تخش من ناحية تلف تلاقي نفسك طالع من الناحية التانية، فسموها اللابرنس متاهة. وقلنا إنها بتتكون من كوكليا، ودي كانت بتحتوي الريسبتور بتاعت الهيرنج واتكلمنا عليه. الجزء الثاني هو الفيستيبيول اللي هو الجزء ده. الفيستيبيول ده يعني المدخل او الصاله. اللي بيؤدي من ناحيه للكوكليا ومن ناحية تانية connected ليه التلاتة سيمي سيركلر كانالز دول. اهو في الفيستيبيول ده وفي السيمي سيركلر كانالز دي في الريسبتورز الخاصة بالمحافظة على الإيكوليبريم. طيب تعالوا بقى نبص على الاستراكشر بتاع البوني لابرنس بوضوح اكتر. دي البوني لابرنس، ده الكوكليا بتاعت الهيرينج، وده الفيستيبيول، ودول الثلاثة سيمي سيركلر كانالز. الثلاثة سيمي سيركلر كانالز دول اتجاهاتهم مهمة جدا. زي ما انتم شايفين كده، هي كل كانال منهم بتفتح في الفيستيبيول بفتحتين هم، والكانال نفسها ليها دايركشن. واحدة من الكنالز دي الدايركشن بتاعها هوريزونتال اهي، واتنين فيرتيكال، دي ودي. دي فيرتيكال وبوستيرير، ودي فيرتيكال وانتيرير. يبقى احنا عندنا ثلاثة سيمي سيركلر كنال، هوريزونتال وبوستيرير وانتيرير، والثلاثة perpendicular to each other. بصوا هم دي اتجاهاتهم، دول الثلاثة سيمي سيركلر كانالز اللي على اليمين ودول اللي على الشمال. اللي انا مشاور عليها دي دلوقتي دي الهوريزونتال سيمي سيركلر كانال، ساعات يسموها اللاترال. واللي انا مشاور عليها دلوقتي دي هي الـ vertical anterior semicircular canals. طيب اللي انا هشاور عليها دلوقتي دي هي دي الـ vertical posterior semicircular canal. لو بصيت لكل واحدة منهم هتلاقيها perpendicular على الباقيين، يعني الهوريزونتال في البلين ده. طيب الفيرتيكال الاثنين هم اسمهم فيرتيكال لانه البلين بتاعهم بيربنديكولار على الهوريزونتال بتاع الهوريزونتال كانال. وكمان الانتيريور والبوستيريور او دي ودي ار بيربنديكولار تو ايتش اذر، يعني الزاوية اللي أنا واقف عندها دي هي كمان رايت أنجل، زاوية قائمة. فالتلاتة سيمي سيركلر كانالز ار بيربنديكولار تو ايتش اذر.
مش بس كده. الثلاثة سيمي سيركلر كانالز اهم، الهوريزونتال اللي هي اللاترال دي هي دي، ودي الفيرتيكال الانتيريور، ودي الفيرتيكال البوستيريور، صح؟ الهوريزونتال بقى في الحقيقة ما هياش هوريزونتال بالظبط. يعني ايه؟ يعني هي تلتد ابورد، بدل ما تبقى هوريزونتال كده لا، هي تبقى تلتد ابورد وبتعمل مع الهوريزونتال انجل 30 درجة. بما ان الهوريزونتال اتقلبت لفوق 30 درجة كده، يبقى الاثنين التانيين اتقلبوا معاها، اتقلبوا معاها بحيث ايه؟ لو تخيلت كده انه الهوريزونتال كانال دي ما بقتش هوريزونتال، اتقلبت لفوق كده 30 درجة، يقوم الانتيريور كانال دي هتعلى لفوق شوية، والبوستيريور كانال دي هتوطل تحت شوية. دايما شايفين دي الانتيريور عليت لفوق شوية، ودي البوستيريور لفت لتحت شوية. وعشان كده الانتيريور كانال دي ساعات نسميها السوبيريور سيمي سيركلر كانال، والبوستيريور كانال دي ساعات نسميها الانفيريور سيمي سيركلر كانال. طيب فهمنا الاتجاهات بتاعت السيمي سيركلر كانالز، وان كل واحدة منهم فاتحة في الفيستيبيول باي تو اندز. One of these two ends is expanded، منتفخة شوية، وبنسميها الأمبولة أو ذا سيمي سيركلر كانال. يبقى كل سيمي سيركلر كانال ليها اكستندد وان اند اسمه الأمبولة، كويس. زي ما قلت لكم في الكوكليا ان البوني كوكليا جواها ممبرينز بنسميها الكوكليار داكت، وان الممبرين او الكوكليار داكت دي بتحتوي على فلويد اسمه الاندولينف، في حين انه حوالين الممبرين دي من بره وبينها وبين البون بتاع الكوكليا في فلويد اسمه البيريليمف. كلام مشابه هنقوله في الفيستيبيول والسيمي سيركلر كانالز. في كل واحدة من السيمي سيركلر كانال في ممبرنس سيمي سيركلر كانال جواها، زي بالظبط صباعي لما يبقى داخل في صباع الجوانتي، كويس. يبقى جوه كل بوني سيمي سيركلر كانال في ممبرنس سيمي سيركلر كانال، اهي اللي متلونه ازرق هنا دي، جواها فلويد اسمه الاندولينف، وبينها وبين الوول بتاع البوني سيمي سيركلر كانال فلويد اسمه البيريلينف، كويس. طب والفيستيبيول؟ الفيستيبيول فيه برضه ممبرين، تو ممبرينس ساكس، شنطتين من الممبرين، واحدة اسمها اليوتريكل والتانية اسمها الساكيول. يبقى اليوتريكل والساكيول دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن تو ممبرينس
باجز. موجودين فين؟ موجودين في البوني فيستيبيول. جوه اليوتريكل والساكيول دول في ريسبتورز او ريسبتور اورجان اسمه الماكيولا اللي انا مشاور عليه ده وده، دول كده اسمهم الماكيولي. وفي السيمي سيركلر كانالز في الاكسباندد بارت بتاعها في ريسبتور اورجان اسمه ذا كريستا امبولاريس. كريستا امبولاريس هنتكلم عليه بالتفصيل حالا. يبقى اكن في السيمي سيركلر كانال، كل سيمي سيركلر كانال عند الاكسباندد اند بتاعها جواها فيه ريسبتور اورجان اسمه الكريستا امبولاريس، بالاضافه الى ريسبتور اورجان موجود في اليوتريكل والساكيول اسمه الماكيلا. اهو الماكيلا اوف ذا يوتريكل والماكيلا اوف ذا ساكيول والكريستا امبولاريس اوف ذا سيمي سيركلر كانالز، كل دول كده الريسبتورز concerned with the control of equilibrium and posture. ازاي؟ هنشوف مع بعض تباعا اهو. طيب احنا هناخد نظرة اخرى على ال semicircular canals واليوتريكل والساكيول. اهو الساك دي اللي انا فيها دلوقتي هي اليوتريكل والساك دي هي الساكيول. جوه اليوتريكل في ريسبتور اسمه الماكيلا وجوه الساكيول في ريسبتور اورجن اسمه الماكيلا. وفي الامبولا بتاعت السيمي سيركلر كانال في ريسبتور اورجن اسمه الكريستا امبولاريس. لو اخذنا الجزء ده كده اللي هو الكريستا امبولاريس اللي موجوده هنا وكبرناها كده هنلاقي انه الممبرين اللي فوق ده والممبرين اللي تحت ده هما الحدود الممبرينس كنال اهو. يبقى اللي لونه ازرق ده هو ده هو الاندولينز. اندولينز نلاقي على الممبرين بتاع السيمس الممبرينس سيمي سيركلر كنال هنلاقي فيه elevated part اسمه الكريستا امبولاريس. مكون من ايه الكريستا امبولاريس ده هنشوف حالا. بس كمان الكريستا امبولاريس اللي عبارة عن حتة قبل فوق كده، تعرفين كريست باللاتيني يعني عرف، يعني هي طالعه لفوق كده زي عرف الديك يعني، متغطيه ب جيلاتينس ممبرين اسمه الكيوبيلا ممتد منها لغايه الناحيه الثانيه، يعني ماشي بالعرض كده في الامبولا اوف ذا سيمي سيركلر كانال. طب الكريستا امبولاريس مكونه من ريسبتور سيلز، خلايا ريسبتورز. طيب نكبر بقى الكريستا امبولاريس كده اهو
هو elevated area اهي كريست اسمها الكريستا امبولاريس، هنلاقي فيها نوعين من السيلز. النوع اللي متلون اخضر هنا ده ودول هير سيلز طالع منهم سيليا، ونوع اخر موجود بين الهير سيلز وبعضها اسمه سبورتنج سيلز. الكلام ده يفكرنا بالاوديتوري ريسبتورز، شبههم جدا. طيب لو اخذنا واحده من الهير سيلز دي وكبرناها تطلع عامله كده. This is a hair cell اللي موجوده في الكريستا امبولاريس اللي مكونه من بيزال بارت وايبكس، والايبكس طالع منه سيليا، والبيزال بارت فيه النيوكليوس ومحاط بنيرف تيرمينالز بتاعت الفيستيبولار نيرف اللي هو جزء من الفيستيبولو كوكليار نيرف الكرينيال نيرف رقم 8. This is the hair cell. طيب تعالوا نشوف الرسمه دي. وظيفة السيمي سيركلر كانال is to detect angular acceleration. To detect angular acceleration. يعني ايه angular ويعني ايه acceleration؟ acceleration بالعربي يعني الحركة بتسارع او تباطؤ يعني. فلما الجسم بيتحرك وسرعته بتزيد بصورة طردية بنسمي ده acceleration، يعني الحركة مش بسرعة ثابتة، بسرعة متزايدة. امال يعني ايه angular؟ angular يعني بزاوية، يعني مش في خط مستقيم، يعني بتلف مش ماشية في خط مستقيم، فبنسميها angular. انا ممكن اشيل كلمة angular acceleration دي واقول rotation. هي it detects angular acceleration or angular rotation with acceleration. الريسبتورز بتاعت السيمي سيركلر كانال زي ما قلنا هما الكريستا امبولاريس اللي هراجع معاكم تاني اهو الاستراكشر بتاعها. كريست اوف ابيثيليال سيلز بتشمل نوعين، هير سيلز اللي لونهم ازرق دول وسبورتنج سيلز. والهير سيلز زي ما اتفقنا surrounded by sensory nerve terminals of the vestibular nerve. طب والايبكس عليه number of cilia. وبين السبورتنج الهير سيلز وبعضها في سبورتنج سيلز لونهم محمر دول. الكريستا امبولاريس متغطيه بالكيوبولا اللي بتمتد عبر السيمي سيركلر كانال للناحيه الثانيه، فهي زي ما تكون عامله زي البارتيشن زي الحاجز جوه السيمي سيركلر كانال. دي صورة كمان عشان نزداد فهما. ده كريستا امبولاريس اهي، ده جنرالي كده على بعضه هو الامبولا اوف ذا سيمي سيركلر كانال اللي هي دي فيها سب هير سيلز لونهم حمر ولونهم ازرق فاتح هم السبورتنج سيلز، ودول التيرمينال نيرفز بتاعه الفيستيبولار نيرف.
والكريستا امبولاريس كلها is covered by the cupula اللي واصله للناحيه الثانيه عامله اكنها بارتيشن. طيب الهير سيل بقى الاستراكشر بتاعها مهم جدا، والحقيقه هو شبه الاستراكشر بتاع الهير سيلز اللي اتكلمنا عليها في الهيرنج جدا. دي هير سيل اهي وجنبها سبورتنج سيلز. اولا عشان ما ننساش بين الايبكس بتاع الهير سيل والايبكس بتاع السبورتنج سيلز وبعضها في تايت جانكشنز. التايت جانكشن زي ما انتم عارفين بتمثل منطقه هاي ريزيستنس او لو بيرميابيليتي للموليكيولز والايونز. هذه التايت جانكشنز اذا بتفصل ما بين المنطقه اللي فوقيها دي اللي هي فيها اندولينف اللي عايم فيها السيليا بتاعت الهير سيلز اللي هم دول، في حين ان البيزال بارت بتاع الهير سيل is surrounded by perilymph. وحوالين النيرف تيرمينالز بتاعت الفيستيبولار نيرف، وتحتوي على vesicles containing glutamate شبه الكلام اللي قلناه في الهيرينج بالظبط. كويس، السيليا are arranged accordingly اللينث بتاعهم طول. At one side of the cell في أطول سيليم بنسميه كاينوسيليم، والباقيين كلهم مرتبين أقصر فالأقصر فالأقصر وبنسميهم ستيريوسيليم. بين كل واحدة من السيليا دول واللي جنبها فيه رباط، نكبر كده ونشوف هم دول الستيريوسيليا والكبيرة دي هي الكاينوسيليا. بين التب بتاعت السيليم دي والسايد بتاع السيليم الطويلة دي فيه لينك من الفايبرس تيشو بنسميه تيب لينك. مطرح ما التيب لينك دي ماسكه في الايبكس بتاع السيليم ده في ميكانيكالي جيتد بوتاسيوم تانلز. يعني ايه ميكانيكالي جيتد؟ يعني تشانلز بتفتح ميكانيكالي. يعني ايه ميكانيكالي؟ يعني ببساطه كده لو التيب لينك دي لو الرباط ده اتشد هو بيوسع الشانل دي ميكانيكلي فيزود البرميابيلتي اكنه فتح الشانل. كويس، يبقى كل واحده من السيليا دول عندها بوتاسيوم شانلز على التيب بتاعها، ومطرح الشانل دي ما هي موجوده طالع فايبرس تيشو لينك رابطها بالسايد ممبرين بتاع السيليم اللي اطول منها. كويس، البوتاسيوم شانلز دول بيتفتحوا لو التيب ده شد. طب وده يحصل ازاي؟ اهو لو السيليا كلها مالت ناحيه الكاينوسيليم اللي هي اطول واحده
ده بيخلي التيب لينك اللي متلونه بالاحمر هنا تشد على البوتاسيوم شانل وتفتحها. طب والاندولينف is very rich in potassium، ده ما ذكرنا واحنا بنتكلم على الهيرنج. وما دام rich in potassium كده، فالبوتاسيوم اول ما تتفتح السكه له بياخد بعضه ويخش جوه الهير سيل ويعمل لها دي بولاريزيشن زي ما هنشوف بعد دقيقه. طب لو السيليا دي مش مايله، يعني في وضعها النيوترال الفيرتيكال ده، هل البوتاسيوم شانل بتبقى مقفوله كومبليتلي؟ لا، بتبقى مقفوله بارشلي، يعني بتسمح بدخول شويه بوتاسيوم يعملوا شويه دي بولاريزيشن. تقفل امتى البوتاسيوم شانل دي خالص؟ لو السيليا مالت away from the kinocilium، الكينوسيليوم الكبيره دي لو السيليا كلها مالت away from this kinocilium، مالت في الاتجاه الثاني يعني، فده بيخلي التيب لينك ده يبقى less stretched، عليه شد اقل، يقوم الميكانيكالي جيتد بوتاسيوم شانلز دي تقفل تقوم تمنع دخول البوتاسيوم خالص. يبقى اكن السيليال بتاعه الهير سيلز دي ليها احد ثلاث اوضاع. الوضع اللي في الوسط ده الوضع النيوترال، اللي ولا السيليوم مايله ناحيه الكاينوسيليوم ولا الناحيه الثانيه. وفي الوضع ده البوتاسيوم شانلز ار بارشلي اوبن allowing little influx of potassium الى داخل الهير سيل. لو السيليا دي حصل لها بندنج في اتجاه الكاينوسيليوم، this will lead to opening of potassium mechanically gated channels زي ما انتم شايفين and increased influx of potassium. طب الوضع الثالث، لو السيليا مالت away from the kinocilium تقوم البوتاسيوم channels هتقفل، يقوم دخول البوتاسيوم للهير سيل هيتوقف. كويس، اذا الوضع اللي احنا شايفينه ده السيليا كلها مايله في اتجاه الكاينوسيليوم، يقوم البوتاسيوم شانلز اللي متلونه اخضر هنا دي فاتحه، يقوم البوتاسيوم ايونز اللي موجود بهاي كونسنتريشن في الاندولينف الكور الخضراء دي تخش، ودخول بوزيتيف ايونز اللي هي البوتاسيوم الى الهير سيل بيعمل بارشال ديبولاريزيشن اوف ذا هير سيل. البارشال ديبولاريزيشن ده بيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانلز، من خلالها بيخش كالسيوم الى الهير سيل. دخول الكالسيوم بينهانس الريليس اوف كيميكال ترانسميتر من الفيزيكلز اللي موجوده في الهير سيل، يقوم يطلع الكيميكال ترانسميتر الجلوتاميت ويمسك على الريسبتورز بتاعته على السنسوري نيرف تيرمينالز اوف the vestibular nerve ويعمل لها stimulation and initiation of action potential. هرجع افكركم تاني ان بين الابيكس بتاعت الهير سيل والسبورتنج سيل في tight junctions بتفصل ما بين الفلويد اللي الناحيه دي
اللي متلون ازرق ده اللي هو الاندولينف اللي مليان بوتاسيوم، والفلويد اللي الانحيادي اللي محوط البيزال بارت بتاع الهير سيل بنسميه الاندولينف. كويس، يبقى اكن لما السيليا هتميل كلها ناحيه الكاينوسيليا، الريسبتور سيل دي اللي هي الهير سيل becomes partially depolarized تقوم تريليز الكونتنت بتاع الفيزيكال بتاعتها اللي هو البلوتاميت and it will stimulate the vestibular nerve. طب والعكس، لو السيليا حصلها bending away from the kinocilia تقوم البوتاسيوم channels تقفل، دخول البوتاسيوم هيقل، يبقى الممبرين هيحدث فيه هايبر بولاريزيشن، يقوم ده يخلي الكالسيوم فولتج جيتد شانلز قافله، مفيش كالسيوم هيخش، مفيش ريليس اوف جلوتاميت، مفيش استيميليشن للفيستيبولار نيرف، يبقى الريسبتور في الحاله دي از انهبيتد. طيب الارقام مهمه، بص يا ولاد دي هير سيل في الوضع النيوترال، في بوتاسيوم بيقدر يخش، احنا قلنا في الوضع النيوترال ده البوتاسيوم شانل بتبقى مفتوحه بارشل، البوتاسيوم اللي بيخش ده بيعمل شوية ديبولاريزيشن للهير سيل فبيفتح الكالسيوم فولتج جيتد شانل برضو بنسبة ليميتد محدودة، يقوم يسمح بليتل كالسيوم انفلكس جوه الهير سيل، يقوم ده يستيميليت ليتل ريليس اوف جلوتاميت، تقوم تروح على السنسوري نيرف فايبرز ويت انيشيت اكشن بوتنشالز بفريكوانسي متوسطه، متوسطه يعني الفريكوانسي قد ايه؟ 90 سبايكس بير سكند. ده وضع الهير سيل اللي ما فيش فيها ستيميليشن. طيب لو الهير سيل حصل لها بيندنج للسيليا في ناحيه الكاينوسيليوم، ده الوضع اللي انتم شايفينه ده، البوتاسيوم شانلز هتفتح اكتر، مور بوتاسيوم شانلز ار اوبن، يقوم البوتاسيوم يخش اكتر، يعمل ماركت دي بولاريزيشن، يقوم يدخل كالسيوم كتير، يقوم يعمل جلوتاميت ريليس كتير، يقوم يمسك في ريسبتورز كتير على النيرف تيرمينال، يقوم ينيشيت هاي فريكوانسي اكشن بوتنشالز 180 سبايك بير سكند. طب وفي المقابل لو السيليا حصل لها بيندنج مالت away from the kinocilium زي ما انتم شايفين كده، هتقوم البوتاسيوم شانلز هتبقى closed، بوتاسيوم شانلز less open هتقفل، دخول البوتاسيوم هيبقى محدود جدا، يقوم السيل هيحصل لها هايبر بولاريزيشن، يقوم دخول الكالسيوم هيبقى فيري ليميتد، الريليس بتاع البلوتاميت هيبقى فيري ليميتد، يعمل فيري سلو فريكونسي اوف ديسشارج في الفيستيبولار نيرف
بمعدل تقريبا 10 سبايكس بير سكند. يبقى اكن في النيوترال بوزيشن بتاع الهير سيلز اللي ما هياش ستيميليتد، هي بتنشيت في الفيستيبولار نيرف اشارات بفريكوانسي 90 بير سكند. مع الماكسيمال ستيميليشن الاشارات بتزيد الى 180 سبايك بير سكند، ومع ماكسيمال انهيبيشن الفريكوانسي بتاع الاشارات بيقل الى 10 سبايكس بير سكند. طيب احنا عرفنا الهير سيل بتبقى ستيميليتد ازاي، وان ليها ثلاثه بوزيشنز، يا اما نيوترال يا اما ماكسيمال ستيميليتد يا اما انهبيتد، وده بينشا منه تغير في الفريكوانسي بتاعت الاكشن بوتنشلز اللي بتبقى جنريتد في الفيستيبولار نيرف. لكن السؤال المهم اللي فاضل، طب هو مين اللي هيخلي السيليا دي تميل في الناحية دي أو الناحية التانية؟ What will cause bending of the cilia? The mechanism of stimulation of the hair cell. قبل ما أتكلم على الميكانيزم هراجع معاكم ظاهرة فيزيائية كلنا عارفينها بس نفكر بعض بيها. دي كوبايه فيها ميه والميه بتدلق ناحيه اليمين، يعني بتنط من الكوبايه. هو الصوره دي بتعبر عن ايه؟ لو تصورتوا معايا كده ان في شخص ماسك كوبايه الميه دي وبيحركها في اتجاه السهم الازرق ده، بيحركها بسرعة فيها acceleration، يعني مش سرعة ثابتة، هيحركها بacceleration. أي جسم بيتحرك بacceleration بيتولد فيه قصور ذاتي. قصور ذاتي يعني إيه؟ بالإنجليزي اللي هو الإنرشيا، إن الجسم بيحاول يقاوم تغير حالته من السكون للحركة. طيب أنا ماسك الكوباية في إيدي وبحركها ناحية الشمال أهو، الكوباية ليها إنرشيا هي شخصيا الإزاز يعني؟ آه له، بس لأنه أنا ماسكها في إيدي وأرغمها على الحركة فهي بتتحرك في اتجاه السهم ده، بس الموقف بتاع الميه اللي جوه الكوبايه مختلف. انا مش ماسك الميه في ايديا، فالميه حره الحركه جوه الكوبايه. انا لما حركت الكوبايه من ناحيه الشمال كده الميه ليها انرشيا بتحاول تقاوم انها تتحرك، يعني بتحاول تفضل في مكانها بالعربي كده ما تتحركش. تقدر؟ اه تقدر، لان انا مش بزق الميه بايدي، انا بزق الكوبايه. فالميه في الحقيقه بتتاخر في الحركه عن الكوبايه الازاز، بتتلكع يعني، بتتباطا نتيجه الانرشيا. يعني كده نتخيل ان اكنها بتفضل في مطرحها، فالكوباية مشيت شوية ناحية الشمال والمية لسه في مطرح، يبدو كده لعيني ان اكن المية نطت من الكوباية ومشيت ناحية الشمال او ناحية اليمين ناحية السهم الاحمر ده. يبقى هذا ما يحدث اثناء تحريك الكوباية باكسلريشن، هيتولد انرشيا في الكوبايه وفي الميه. الانرشيا بتاعت الميه بيخليها تتاخر في الحركه، تفضل في مكانها.
فتبدو اكنها بتتحرك بالنسبه للكوبايه في الاتجاه العكسي. بص الجمله انا قلت ايه؟ تبدو اكنها بتتحرك بالنسبه للكوبايه. هي في الحقيقه ما بتتحركش. ما حدش زقها ناحيه اليمين عشان تتحرك في ناحيه اليمين. انما هذه حركه ظاهريه. تبدو انها بتتحرك ناحيه اليمين من الكوبايه سابتها وتحركت ناحيه الشمال. الظاهره دي سببها الانرشيا. وحركه الفلويد حصلت في عكس اتجاه حركه الكوبايه. تمام. خليكم فاكرين انه عشان الانرشيا تحصل لازم يبقى في حركه باكسلريشن. نمره اتنين، حركه الفلويد هتبقى في عكس اتجاه حركه الكوبايه. كويس. طيب لو الكوبايه فضلت ماشيه بعد كده بسرعه ثابته كونستنت سبيد، ده ما حضرتك ماسك كوبايه في ايدك كده وماشي بيها بسرعه ثابته، الميه خلاص اكتسبت سرعه الكوبايه وبقوا هما الاثنين ماشيين مع بعض بسرعه ثابته، مفيش انرشيا. يبقى انا بحرك الكوبايه مثلا في اتجاه الشمال زي الرسمه اللي فاتت، بس دلوقتي الميه والكوبايه هيتحركوا سوا لان حركه الكوبايه بقت بكونستنت سبيد. يبقى اول ما حركه الكوبايه هتبقى بتحدث بسرعه ثابته الميه والكوبايه الاثنين هيتحركوا مع بعض في اتجاه حركه الكوبايه في ناحيه الشمال. كويس. بس تخيلوا دلوقتي بقى انا بتحرك ناحيه الشمال اهو، كانوا الاثنين ماشيين مع بعض، لو رحت موقف الكوبايه فجاه يحصل ايه؟ الكوبايه مضطره تقف في الحال لان انا ماسكها بايدي وهي صلد، فانا سيطرت على حركتها في الحال، لكن الميه اللي جوه حره الحركه، كانت بتتحرك ومفيش حاجه ماسكاها ما تتحركش، فهي بتكمل حركه في نفس الاتجاه. بتكمل، بصوا ليه؟ بتكمل حركه. فتنط من الكوبايه لقدام. يبقى لما الحركه وقفت حركه السائل مقارنه بحركه الكوبايه كانت في نفس الاتجاه ولا في الاتجاه العكسي؟ في نفس الاتجاه. في بداية الحركة كانت حركة المية عكس اتجاه حركة الكوباية. بعدين بعد كده مشوا مع بعض. وبعدين لما وقفت الكوباية فجأة المية دلوقتي بتتحرك في نفس اتجاه الحركة اللي كانت الكوباية بتتحرك فيه. بقوة الدفع بتاعتها انها عايزة تكمل حركة. يبقى لما حالة الحركة تغيرت من constant speed movement الى stoppage of movement، يعني سرعة حركة الكوباية قلت تدريجيا لغاية ما وقفت، تقوم المية باحتفاظها بحالة الحركة بتاعتها تكمل حركة للأمام في نفس اتجاه الحركة. يبقى لما توقفت الكوباية عن الحركة المية مشت في أنهي اتجاه؟ في نفس اتجاه حركة الكوباية الأصلي. طيب خليكم بقى فاكرين المثال ده كويس عشان احنا هنطبقه دلوقتي حالا على السيمي سيركلر كانال.
ازاي الكلام ده؟ دول التو هوريزونتال سيمي سيركلر كانالز، دول تو هوريزونتال سيمي سيركلر كانالز اليمين والشمال، وكل واحده منهم ليهم ليها اكسباندد اند اسمه الامبولا، في ريسبتور اورجان اسمه كريستا امبولاريس، في هير سيلز اللي هم الحمر دول السيليا بتاعتهم، اللي من ضمنهم واحده كبيره اسمها الكاينوسيليان دي، والباقيين الاستيريوسيليا. جوه الكنال دي او السيمي سيركلر كنال دي في فلويد اسمه الاندولينف. كويس. اتريست يعني مفيش دوران للسيمي سيركلر كنال دي، يعني مفيش دوران للجسم، مفيش دوران للهيد. السيليا بتاعت التو سيمي سيركلر كنالز في وضعها نيوترال، واحنا قلنا الوضع النيوترال بتاع السيلز دي بيخلي السيل تنشيت امبلسز في الفيستيبولار نيرف بمعدل 90 سبايك بير سكند. يبقى من الناحيه اليمين طالع 90 سبايك اوف بير سكند، ومن الناحيه الشمال طالع 90 سبايك بير سكند. يبقى البرين كده رايح له اشارات معدلها 90 سبايك بير سكند من الودن اليمين ومن الودن الشمال الاثنين، بيلاقيهم ايكوال، فالبرين كده يفهم ان مفيش روتيشن. لما يلاقي الاشارات اللي جايه من السيمي سيركلر كانال اليمين والسيمي سيركلر كانال الشمال يلاقيهم متساويين. طيب هنبتدي دلوقتي نعمل روتيشن اوف ذا هيد. روتيشن في انهي اتجاه؟ بيجيننج اوف روتيشن، يعني هيحصل اكسلريشن. خدوا بالكم، بدل ما ابتدي اتحرك انا بتحرك من الثبات لحركه، يبقى اكيد هيحصل اكسلريشن، تزايد في السرعه. الحركه هتحصل في هذا الاتجاه بتاع الاسهم السوداء دي، يعني من الشمال لليمين اهو. طب لما بيحصل روتيشن كده احنا نقدر دلوقتي نشبه السيمي سيركلر كانال نفسها بالقبايه بتاعت الميه، والاندولينف هو الميه اللي كانت جوه القبايه. هو احنا لما حركنا الكوبايه باكسلريشن لقدام الميه كانت بتتحرك لورا في عكس الاتجاه. طب انا دلوقتي بتحرك من الشمال لليمين، يبقى الاندولينف هيتحرك ازاي؟ هيلف في السيمي سيركلر كانال من اليمين للشمال كده اهو في اتجاه الاسهم الحمراء هنا. لما هيلف كده ويوصل لل كريستا امبولاريس دي هيصطدم بمين؟ بالسيليا دي. هيصطدم بيها لان السيليا دي بتتحرك من الشمال لليمين كده، لقيت الفلويد جاي لها من اليمين للشمال، هيصطدموا ببعض. نتيجه هذا الاصطدام السيليا دي هتتني كده. اه طبعا هتتني ناحية الكاينوسيليوم، واحنا اتفقنا ان لما السيليا بيحصل لها بندنج ناحية الكاينوسيليوم الهير سيل دي بتبقى استيميليتد، صح؟ يبقى الهير سيل اللي على الناحية اليمين بقت استيميليتد، هتبعت اشارات بمعدل 180 سبايك بير سكند. عظيم. طب تعالوا نشوف في نفس الوقت
اللي بيحصل في السيمي سيركلر كانال الشمال ايه؟ هي برضه السيمي سيركلر كانال نفسها بتلف من الشمال لليمين، يبقى الاندولينف هيلف من اليمين للشمال اهو اتجاه القسمه الحمراء من اليمين للشمال. دلوقتي الاندولينف ده هيخبط في السيليا منين؟ من الناحيه دي اهي، يبقى هيتنيها هيعمل لها بندنج في انهي اتجاه؟ الاتجاه ده كده away from the kinocilium. يبقى الهير سيلز دي هيحصل لها ايه؟ انهبيشن. يبقى الاشارات اللي طالعه في الفيستيبولار نيرف من الناحيه الشمال هيبقى الفريكونسي بتاعتها قد ايه؟ صح 10 بير سكند. يبقى at the beginning of rotation لما كان في acceleration لناحية اليمين، السيمي سيركلر كانال اليمين بعتت إشارات هاي فريكونسي 180، والسيمي سيركلر كانال الليفت بعتت إشارات لو فريكونسي 10 بير سكند. الإشارات دي تروح للبرين يلاقي في فرق، الناحية اليمين فريكونسي عالي والناحية الشمال فريكونسي واطي، يعني الناحية اليمين ستيميليتد والناحية الشمال انهبيتد. فالبرين يفهم ان this is rotation to the right side. This what happens at the beginning of the rotation. حلو. لو بعد كده الدوران استمر بس بسرعة ثابتة، فاكرين كوباية المية لما قلت لكم احنا هنتحرك بيها دلوقتي بقى بسرعة ثابتة، المية اللي جواها خدت السرعة بتاعت الكوباية نفسها والاتنين بيتحركوا مع بعض دلوقتي بنفس السرعة، أهو حاجة شبه كده هتحدث at constant speed rotation، يعني لما الروتيشن دلوقتي بيحدث بسرعة ثابتة هيبقى مفيش acceleration، يبقى مفيش inertia. يبقى السيمي سيركلر كانال اليمين مثلا الكانال نفسها بتتحرك من ناحية الشمال لناحية اليمين، طب والاندولينف؟ اه هيبقى ماشي معاها في نفس الاتجاه دلوقتي اهو في نفس الاتجاه. هل هيصطدم بالسيليا؟ لا مش هيصطدم طبعا. ليه مش هيصطدم؟ عشان هو سرعة دورانه نفس سرعة دوران الكنال نفسها، فهو بيمشي في الاتجاه ده بنفس سرعة حركة القناة، يبقى عمر ما الفلويد هيسبق ويجي يخبط من ناحيته، لا ده هو ماشي بنفس السرعة بتاعت دي، يبقى هما كلهم بقوا يونت واحدة بتلف من الشمال لليمين، الاندو لينف مع البوني كنال بالكريستا امبولاريس. يبقى لن يحدث بندنج للسيليا لا على الناحيه اليمين ولا على الناحيه الشمال، بقى الفلويد والكنال نفسها ماشيين بنفس السرعه وفي نفس الاتجاه، فالسيليا مش هيحصل لها بندنج لاي اتجاه، رجعوا الاثنين في النيوترال بوزيشن، فالاثنين هيبعتوا اشارات بمعدل 90 في الثانيه equal frequency of discharge يوصلوا للبرين من الودن اليمين والودن الشمال، البرين يفهم انه مفيش دوران باكسلريشن. طيب ماذا سيحدث بقى لما الروتيشن هيتوقف؟ لما الروتيشن هيتوقف فكركم بكوباية المية، أما وهي ماشية وقفتها فجأة الكوباية اضطرت تقف فجأة عشان أنا ماسكها بإيدي، لكن المية اللي جواها هتستمر في الحركة في نفس الاتجاه اللي هو اتجاه حركة الكوباية،
طب تعالوا نطبق الكلام ده هنا. حركة الكنال نفسها توقفت اهو، مفيش حركة. هي كانت الحركة ماشية من الشمال لليمين، وحركة الاندولينف كانت ماشية من الشمال لليمين، ما احنا ماشيين مع بعض هم دلوقتي لما كان الروتيشن بكونستانت سبيد. دلوقتي وقفنا الروتيشن، وين روتيشن ستوبس. مين اللي هيستمر في الحركة شوية؟ الاندولينف. هيستمر في الحركة في انهي اتجاه؟ في الاتجاه اللي كان ماشي فيه قبل ما الروتيشن يقف. وقبل ما الروتيشن يقف كنا بنلف بسرعة ثابتة، ولما كنا بنلف بسرعة ثابتة كانت حركة الاندولينف في نفس حركة القناة، الاثنين ماشيين من الشمال لليمين، فالاندولينف هيفضل ماشي في نفس الاتجاه اهو من الشمال لليمين. وهيجي دلوقتي يخبط في دي. الله اشمعنى بقى؟ اصل دي واقفة دلوقتي، قاعدة في مطرحها ما بتتحركش ما بتلفش، لكن ده اللي بيلف، فهيجي من الناحية دي ويخبط فيها فعلا، فيقوم يخليها تحصل لها bending away from the kinocilium. ده يعمل inhibition مش كده؟ الله. يبقى لما وقفنا الروتيشن الرايت سيمي سيركلر كانال becomes inhibited، والاشارات اللي من طالعه منها تبقى تمبر سكند. وفي نفس الوقت تعالوا نشوف اللي بيحصل في الليفت سايد. الاندولينف ماشي من الشمال لليمين، كريستا امبولاريس واقفه في مطرح، يجي الاندولينف يخبط فيها من ناحيه، يعمل بندنج للسيليا في هذا الاتجاه في اتجاه الكاينوسيليوم، يعمل استيميليشن، تقوم الليفت كانال تبعت اشارات بفريكونسي 180، اشارات وصلت للبرين عالية من الليفت اير ومنخفضة من الرايت اير. البرين في الوضع ده بيفهم ايه؟ ان في روتيشن تو ذا ليفت، وهذا استقبال خاطئ، فهم خاطئ من البرين، لان في الحقيقة هو الروتيشن وقف، هو مفيش روتيشن اصلا، فما شعر به البرين عقب توقف الروتيشن مباشرة هو شعر بالشعور زائف انه في دلوقتي روتيشن في اتجاه الليفت. This is a false sensation of rotation. False sensation of rotation. في انهي اتجاه؟ في عكس اتجاه الدوران الاصلي. انا كنت في الدوران الاصلي كان من الشمال لليمين، دلوقتي لما وقفنا روتيشن الناحيه الشمال هي اللي استيميليتد، فالبرين هيحس انه في دوران ناحيه الشمال. هذا الفولس سنسيشن اوف روتيشن تو ذا اوبوزيت سايد اللي بيحدث عقب توقف الروتيشن مباشره بنسميه فيرتيجو، false sensation of rotation. اكيد كتير مننا مروا بالخبره دي، واحنا صغيرين كنا بنحب واحنا واقفين كده نفضل نلف حوالين نفسنا، نلف 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 لغايه ما ندوخ وبعدين نوقف، ونستمتع جدا بشعور ان انا بعد ما وقفت حاسس ان الدنيا لسه بتلف وبقع. طب هو الدنيا لسه بتلف ليه؟ ما انا بطلت روتيشن. اه عشان اللي انا بينته لكم ده. يبقى immediately عقب توقف الروتيشن ونتيجه الانرشيا بتاعت الاندولينف اللي بيستمر في حركته في نفس الاتجاه بيحدث استيميليشن للليفت سيمي سيركلر كانال وانهبيشن للرايت سيمي سيركلر كانال. يقوم البرين يفهم انه في دوران ناحيه الشمال في حين في الحقيقه هو مفيش دوران. This is a false sensation of rotation بنسميها vertigo. بنسميها ايه؟ vertigo. هتفضل موجود الشعور ده لغايه ما الاندولينف يفقد
طاقه الحركه بتاعته ويسكت خلاص، تقوم ترجع السيليال موضوعها الطبيعي، يقوم الديسشارج يرجع ايكوال، يقوم الشعور بالدوار الكاذب ده يختفي، نو روتيشن خلاص. This is the mechanism of stimulation of the semicircular canals. هنتوقف هنا النهارده، وبكره ان شاء الله نشوف الاشارات اللي هتطلع من الفيستيبولار اباريتس دي هتروح فين في البرين، وايه الوظائف بتاعتها والتغيرات اللي بتحدث نتيجتها في جسمنا ان شاء الله. نعم معلش، هو بس عايز اسال سؤال بس. هو الروتيشن ده بيبقى الرايت والليفت بيبقى بسبب في الهوريزونتال بلين ولا بيبقى بسبب التلاتة؟ ايوه طبعا في الهوريزونتال، طبعا في الهوريزونتال طبعا. يعني الاثنين التانيين كل واحد فيهم بيبقى ليه علاقه بحركه مختلفه في الوش صح؟ ايوه تمام ماشي. احنا معادنا يوم السبت الساعه 9 مساء مش كده؟